السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا مقطعنا اليوم راح يكون عن جيفوي جديد بالقناة وشرح تحديات اليوم التاسع من مهرجان الشتاء، وكيف راح نحصل على بنت المموث المجاني اللي تشوفوه قدامكم، واي يوم راح نقدر نحصل عليه. طبعا قبل بداية مقطعنا اتمنى تكون تشوف مقطع ومش مشتركين بالقناة، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، واتمنى تدعموا المقطع بلايك. طبعا قبل ان نتكلم عن الجيفوي وعن التحديات، جايبين لكم موقع اللي تشوفوه قدامكم، اسم الموقع جنون، هاي الاي دي تاعه. طبعا هذا الموقع شباب او المتجر يبيع حسابات عشوائية بكثرة، طبعا هاي صفحته على انستغرام، وكمان حاط بنهاية البايو موقعه، رابط موقعه بتكبس عليه بحولك. طبعا مثل ما تشوفوا قدامكم حسابات عشوائية من كل الاسعار، طبعا مش بس يعني بنت الزومه بالحساب او انه مثلا سكلتون لحاله، لا يكون في اشياء ثانيه مليان مثل ما تشوفوا قدامكم هون. طبعا سكن نادر 99 ريال، وهي عندكم كل الاسعار موجوده، هي 11 ريال مثلا حساب في 20 سكن، هذا حساب فيه من 5 ل 50 سكن 16 ريال، يعني في اسعار رخيصه كمان. فالمتجر من ناحيه مضمون يسلمك الاي دي تاعك لما تشتري الحساب، يعطيك الايباك كامل، واذا كان مثلا عنده له سوني او يربط على السوني الايبك، يقول لك هذا الايبك يربط على السوني بكل سهوله. طبعا هاي موقعه بحط لكم رابطه بالوصف، وبرضه شباب هاي متجره بحط لكم رابطه بالوصف مثل ما تشوفوا قدامكم، تتواصلوا معه، وحاط معلومات كيف طريقه الشراء وكل شيء بالهايلايت، وحاط مقاطع فيديو توضيح عن السكنات والاشياء اللي تيجي. فاذا حاب تشتري شيء تواصل معه على المتجر راح يساعدك. وبالنسبه للاسعار اذا حاب تعرف شو الاسعار تدخل على الرابط بنهايه البايو او بحط لكم بالوصف، في كل الحزم او عفوا كل الحسابات المتوفره مع اسعارها. فالمتجر من ناحيه مضمون شباب، واذا كنت حابب تشتري اي حساب من عنده قبل التواصل معه اكتب له انه انا جاي من طرف زد اي تي، راح يساعدك ويجيب لك الحساب اللي بدك اياه بكل سهوله. خلونا نتكلم عن موضوع الجيفوي. طبعا الجيفوي انا مسويه، الحساب اخذته من المتجر نفسه. الحساب راح يكون شباب هذا هو الحساب تشوفوا قدامكم، في بنت الطياره في شيطون، الجيفوي لكم تمام، وبشرطين بسيطات. قبل ما احكي لكم شو شروط الجيفوي خليني اوريكم السكنات النادره اللي بالحساب. ندخل على اللكر، يعني اهم شيء طلع السكنات مليانه، اهم شيء بنت الطيار بالحساب كله. برضه في سكنات ايام السيزون الثالث وسكنات قديمه، وايام السيزون الثاني مثل ما تشوفوا قدامكم هذا هو شيطون، يعني الحساب نادر جدا من السيزون الثاني. اوميجا وما اوميجا كل السكنات النادره موجودات فيه. جون ويك، بنت البسكوت، ايكونيك السيزون الثاني، هذه اربع اقوى سكنات بالحساب، سكن ويندر وسكن ايكونيك وبنت الطيار وسكن شيطون. الحزمة الثلجية كان موجودة كلها، يعني الحساب جدا فخم ونادر، فيه سكنات مميزة مثل هذا السكن اللي اعطونا اياه زمان اذا كان عندك طور الزومبي، بس ناس معين اعطوهم اياه مش الكل يعني، او حاليا ما بتقدر تجيبه. طيب خلينا نشوف شو حقائب الظهر اللي معانا. حقائب الظهر الحزمة الثلجية اللي نزلت السنة الماضية، هذه كل حقائب الظهر المتوفرة بالحساب، طبعا حقائب كثيرة موجودة مثل ما تشوفوا قدامكم. طيب الفؤوس، هذا فأس الكاندي اتوقع قديم، مكتوب انترو ان سيزون 1، اتوقع هذا الفأس من ايام السيزون الاول زمان مش شابتر 2، لانه ما يشبه الفأس الهالوين الجديد. شوف هذا الفأس تبع السيزون الثاني السيزون الثالث، هاي كل الفؤوس الموجودة بالحساب كاملة. طيب المظلات جلايدرز تاعت السيزون الثاني، هاي تاعت السيزون الثالث، هاي سيزون الثالث، يعني حساب قديم ومميز. طيب الهبوط، هاي الهبوط كلها متوفرة ما في داعي اركز عليهم. خلينا نشوف الرقصات، هاي رقصة نزلت على ايام سيزون 1 مكتوب تحت سيزون 1،
معناها نزلت بعديه عادي، بس انه بقول لكم مكتوب تحت سيزون 1 يعني. سيزون الرابع هاي. هاي ده بتاعت السيزون الأول الأصلية هاي. هاي السيزون الثاني كمان. والله كثار رقصات في الحساب، ما في داعي اوريكم اياها كلهم. يعني اللي راح يربح بالحساب راح يكيف، لانه حساب قديم جدا وسكنات نادرة فيه كثير. طيب شو ظل الاشياء؟ الوان ما في داعي، على السريع اوريكم اياها. طبعا كمان في 9 هدايا بتقدر تفوت تفتحهم، يعني اللي راح يفوز بالحساب راح يكيف، لانه في كمان 9 هدايا وراح تاخذ سكن الشجرة منه. اشياء كمان موجودة بالكابينة، مش مفتوح ولا هدية منه لانه اليوم التاسع اصلا، فتسع هدايا تقدر تفتحهم مره واحده او راح يزيدوا حتى بس نعمل السحب. طيب حكينا كثير ووريتكم الاشياء الموجوده بالحساب، خلينا ننتقل للشروط. هم شرطين بسيطات. اول شرط بكون حاط لك بالوصف رابط حساب الانستا للمتجر، فبتفوت على الرابط بتتابع حسابه مثل ما تشوف قدامكم، بحط لك رابط حساب الانستا تبع المتجر تعمل له متابعه. تمام. الشرط الثاني بكون حاط لك رابط حساب الانستا برضه بتفوت بتتابعني. هذا هم الشرطين بسيطات، ما بدهم صنعة صاروخ ومش صعبات. حاب تشارك بالجيفوي بس ادخل على رابط حساب المتجر واعمل له متابعه، وادخل على رابط حسابي واعمل لي متابعه، بس هذول الشرطين. شو بضل عليك بعد ما تسوي الشروط؟ تنزل على التعليقات بالفيديو نفسه اللي انت بتحضره يعني على اليوتيوب، بتكتب تم، وبتكتب تحت كلمه تم مثلا حساب الانستا اللي تبعتنا منه. ليش؟ لانه لما اسوي السحب، السحب راح يكون على المواقع اللي بتعرفون، بعطيني تعليق عشوائي من تعليق الفيديو اللي على اليوتيوب، فبشوف تعليقك. ما دامك كاتب تم وكاتب حسابك الانستا، ببحث عن حسابك الانستا بشوف اذا انت متابع حسابي وحسابه، معناته انت رجال صريح وعملت الشروط. بس اذا واحد فاز وطلع مش متابع لا حسابي ولا حساب المتجر، للاسف راح استبعده واختار واحد ثاني قدامكم. تمام. فخلك صريح، بتسوي الشروط، تابع حسابه الانستا وتابع حساب الانستا، وبتكتب بالتعليقات على اليوتيوب نفسه نفس المقطع، تكتب تم وبتكتب حسابك اللي تبعتنا منه، حسابك الانستا اللي تبعتنا منه، عشان لما اجي اسوي السحب بيطلع لي اسمك، بيطلع لي تعليقك بكون مكتوب تم وحسابك. باجي بشيك حسابك اذا انت متابعنا او لا، اذا ما كنت متابعنا لا تزعل مني، راح استبعدك واختار واحد ثاني يكون عامل الشروط، لانه انت هيك بتكون معلق وانت مش عامل الشروط. فخلك صريح حتى تزيد فرصتك بالربح، لانه لو فزت وانت مش مسوي الشروط على الفاضي. طبعا بالنسبه لموعد السحب على الجيفوي راح يكون اليوم الخميس، اتوقع يكون يوم، راح يكون يوم الثلاثاء في ستوري الانستغرام. اوكي، السحب راح يكون من تعليقات هذا المقطع، باخذ رابط المقطع يعني على موقع بيعطينا تعليق عشوائي زي ما تعودنا، وانا بسوي السحب بكون مصور مقطع فيديو يعني للسحب، ما راح انزله على اليوتيوب السحب، راح انزله على ستوري الانستغرام يوم الثلاثاء ان شاء الله على الساعه 9. طبعا شباب قبل ما نبلش بشرح تحديات اليوم التاسع، في معلومة مهمة بحكي لكم اياها عن السكن المجاني الضايل علينا، اللي هو سكن بنت المموث. طبعا هذا موقع فاتحه قدامكم زي ما تقولوا موقع اغلب تسريباته يعني مضمون، لاني دائما مرات اخذ منه تحديات الاسابيع قبل تنزل تكون موجودة فيه. موقع يعني تقدر تقولوا انه بنسبة 90% معلوماته صحيحة. طبعا السكن كيف تاخذه؟ كاتب معلومات عن السكن. This skin is not available yet، انه هذا السكن غير متوفر حاليا. It will be unlocked at the final day، زي ما حكينا انه راح يتوفر باخر يوم من الايفنت اوف ذا ايفنت اللي هو مهرجان الشتاء، باخر يوم منه اتوقع يوم ال 14، وش اي بليف از ديسمبر، بقول لك انه على الاغلب راح يكون ب 31 ديسمبر. احنا اليوم ب 26 اتوقع يعني بنهايه الشهر، ب 31 الشهر راح نقدر نحصل على السكن. يو ويل هاف انتل، واذا ما اخذناه راح ناخذه ب 7 الشهر اللي هو اخر يوم من الايفنت كامل، راح يكون 7 الشهر ب 2020 7/1/2020. طبعا التاريخ هذا ميلادي مش هجري. هاو تو جيت، كيف راح تاخذه؟ بيقول لك بالكابينه يعني بالهديه هاي المقفله، الهديه الخضراء. هذا الكلام اللي كنا بنعرفه راح نفتح انه راح يفتح بالهديه الخضراء كاتبين لك اياها سيف فور ذا لاست، بس مش اكيد تكون بالهديه الخضراء. ليش؟ هسه بقول لكم.
طبعا في احتمال ثاني شباب انه السكن ما يكون بالهديه هاي، ما بعرف شو راح يكون بالهديه، بس في احتمال ناس يقولوا انه السكن راح يكون مثلا هاي الكابينه من الداخل، انه السكن راح يكون هذا على التمثال نفسه بنكبس عليه مثلا هذا الغزال انه يعطينا السكن، او ممكن هذا زي التمثال الضخم تكبس عليه يعطينا السكن، ما نعرف كيف راح يكون الاجراءات، بس يعني ممكن يكون بالهديه الخضراء المقفله، او ممكن يكون بالتمثال او بالتمثال الثاني الكبير، هذا كله راح يكون ممكن راح يكون بنهاية الشهر اللي هو 31/12 او راح يكون بسبعة واحد او ستة واحد، يعني بهذول الايام راح نقدر نحصل على السكن المجاني، وطبعا راح يكون مجانا للجميع زي سكن الشجرة سواء كان عندك باتل باس او لا، فخلك مركز، اي اشي بعرف عن السكن راح انزله بالقناة اول باول.